الحين. طلاب، بالمحاضرة الماضية توقفنا عند مخططات تسلسل، درسنا مثال واطلعنا بشكل مبدئي على مثال آخر. رح نرجع نحكي عن هذول المثالين، رح راجع بسرعة المثال الأول، رح وقف على شوية تفاصيل بالمثال الثاني لنتأكد أنه الفكرة من مخطط التسلسل أنه وصلت، ونتأكد أنه نحن صرنا قادرين أنه نعمل شيء مشابه أو نقرأ مخطط آخر. لو واجهنا هيك مخطط نقدر نستخلص منه المعلومة المطلوبة. فبسرعة شوي، هذا المثال اللي شايفينه حالياً هو السيكوينس ديجرام اللي عم يمثل حالة استخدام use case اللي اسمها view patient information. إذا رجعنا شوي لورا شفنا أنه مثلاً الميديكال ريسبشنست هون عنده يعني يلعب دور الأكتور لعدة حالات استخدام: register patient, unregister patient, view patient information, transfer data, contact patient. شفنا بالمثال كيف انا عملت، انا حالة الترانسفر داتا عملتها بجدول، عملت له توصيف بجدول، وهلا راح شوف اللي view patient information على شكل sequence diagram. طيب هون بالسيكونس ديجرام بنلاحظ انه الاكتور مثل ما احنا شايفين هو الميديكال ريسبشنست. الاكتور وجميع الاوبجكتس الكائنات المعرفه من الاصناف الاخرى المتعلقه بحاله الاستخدام تكون موجوده على شكل صف افقي باعلى الشكل، ومرتبة بترتيب حسب علاقتها ببعضها زمنيا. كيف؟ مثلا إذا فرضنا أنه حالة الاستخدام هي إظهار معلومات المريض، معلومات المريض موجودة بالأساس بالبيشنت ريكورد واللي هي عبارة عن داتابيز، واللي هي عبارة عن داتابيز للنظام. طبعا هذا الريكورد هو، وهي الداتابيز هي للسيستم المينت كير، ما هي متعلقة بالسيستم الخارجي اللي سمينا PRS Patient Record System، واللي هو مرتبط مع المينت كير. لما شفنا مخطط السياق بالمحاضرة الماضية شفنا أنه في أنظمة أخرى مرتبطة مع المينت كير، منها البريسكريبشن سيستم، منها الأدميشن سيستم، ومنها البي آر إس البيشنت ريكورد سيستم لأنه هو الجنرال ريكورد أو جنرال داتابيس، يعني ممكن نسميه السجل العام للمرضى مثلا بالعربي. فهي الداتابيس هي اللوكال الموجودة في السيستم، يعني باللوكال بالنسبة للسيستم. تمام؟ ف لما بده يتم اظهار هاي المعلومه، معلومه معينه يتم اظهارها، ممكن مثلا نحن نطلب او كاكتور يطلب البي اي دي من خلال البي اي دي للمريض، وليكن الرقم الوطني، يطلب اظهار معلومات فيو انفورميشن، يعني يستدعي داله بمرر له argument الـ patient identifier يعني معرف المريض لحتى تجيب له معلومات المريض. لاحظ انه هاي المعلومه لمين بيقدر يوجهها؟ بده يوجهها لكائن بي، لكائن بي من الصف patient info. هذا الصف هو معرف في البرنامج لحتى يجي يعني يكونوا كيوزر انترفيس فعليا، يعني هو اول طبقه بعد الجرافيكس، بعد الجرافيكس يوز انترفيس، بعد الجرافيكس لاير اللي هي عباره عن صناديق حوار عم تستلم المعلومات واوامر مباشره. الطبقه اللي موجوده خلفها هي
طبقة اليوزر انترفيس اللي هي عبارة عن صفوف تربط اليوزر بالداتابيز. تمام؟ فالفيو انفو هي دالة معرفة ضمن الصف بيشنت انفو، والارجومنت اللي بتاخدها هي البيشنت ايدنتيفاير يعني معرف المريض. اذا الميديكال ريسبشنست لما بيرسل حدث، هالحدث يتم ارساله عن طريق استدعاء دالة بالاو او بي بنسميها ميثود. تمام؟ هل حدث هذا هو عبارة عن استدعاء دالة مرتبطة بالأوبجكت بي من الصف patient info وبمرر له patient identifier كوصل؟ طيب هل الدالة هي عبارة عن user interface يعني ما عندها access للداتابيز؟ الأوبجكت نفسه أو الكلاس نفسه اللي هو عبارة عن user interface عنده صلاحية ليوصل للداتابيز بدالة اسمها report. إذا ضمنياً الفيو انفو راح تستدعي دالة اسمها report، وهي الدالة اسمها report هي دالة عضو يعني method من الصف database ومعرف منه كائن اللي هو مستعمل الانستانس أو object هو دي. طبعاً هالدالة عم تاخو argument اللي هنن البيشنت ايدنتي فاير معرف المريض، وعم تاخذ اليوزر ايدنتي فاير المعرف المستخدم اللي هو الميديكال ريسبشنست، وعم تحدد شو هي المعلومه المطلوب احضارها. عم تحدد شو هي المعلومه المطلوب احضارها. الريبورت كدالة هي بحاجة انه تحدد لها شو المعلومة اللي بدنا تجيبها. تمام؟ لما بيوصل هذا الاستدعاء للكائن دي من الصف داتابيز، هي الكائن بده يقوم بعملية authorization، بده يتأكد انه هذا المستخدم يحق له الحصول على هذه المعلومة. فبيروح بيعمل مطابقة مع كلاس اسمه authorization، ونحن في instance منه أو object اسمه AS، فبيروح بيعمل معه مطابقة من خلال استدعاء الدالة authorize، وهالدالة authorize بتسأل هل المستخدم اللي المعرف تبعه UID يحق له الوصول إلى المعلومة info. إذا كان في authorization، هلا هاي الرسالة الراجعة الاستجابات دائما بنحطها بمخطط بسهم متقطع. فعندي حالتين أنا، إذا كان مخول في authorization، لاحظ هذا السهم من هون لهون عطى authorization. تمام؟ فيتم إرسال معلومات المريض من الداتابيس إلى الكائن P من الصف بيشنت. وإذا كان ما في authorization، لاحظ هون ما في authorization، فرح يبعث رسالة خطأ إنه ما في authorization. هالرسالة خطأ ممكن يقول المستخدم غير مخول بالوصول إلى هذه المعلومة. تمام؟ في حدا عنده سؤال على هذا المخطط؟ واضح المخطط دكتور، واضح. طيب بننتقل معناتها للمخطط الثاني. هلا هذا المخطط المثال هون يختلف عن هذاك المثال بشغلتين. أول شيء في عندي two actors، في عندي two actors، هذا الميديكال
ريسبشنست وهذا البي ار اس سيستمز، وعم يوضح لي انه في عنده امكانيه لاتواصل مباشره، ليكون في تواصل مباشر بيناتهم. تمام. طبعا المخطط هذا المثال هو لحالة استخدام اسمها ترانسفير داتا اللي شفناها من شوي، شفنا الجدول تبعها. اذا الشيء الاول اللي بدنا نشوفه انه انا ممكن يكون في تواصل مباشر بين الاكتورز، يعني الحالي هون مثلا انه الميديكال ريسبشنست لازم يعمل لوج ان، يعمل تسجيل دخول للبي ار اس، للبيشنت ريكورد سيستم. وكمان في شغله ثانيه بدنا نشوفها، انه بلحظه ما السيستم عم يشكل كلاس اسمه سمري، وعم يتم تحديثه بالمعلومة وإرسالها إلى الداتابيس أو إلى البي آر إس، يعني البيشنت ريكورد سيستم. طيب بعد ما يصير لوج إن، لاحظ الأصناف نفسهم اللي معنيين بحالة الاستخدام هاي. اللي عم بصير بعد ما تتم عمليه اللوج ان، لاحظ عم يتم ارسال طلب لوج ان باستدعاء الدالي لوج ان، وعم يتم اعاده رسالي او استجابي اوكي انه تم تسجيل الدخول. هلا بعد ما تم تسجيل الدخول، نحن من المتطلبات للنظام بنعرف انه حاله الترانسفير داتا، ومثل ما شفناها موصوفه بالجدول بالمحاضره الماضيه، انه في عندي حالتين يعني نوعين للداتا اللي ممكن نحن ننقلها. النوع الاول انه انا حدث معلومات المريض فاعمل ابديت انفورميشن، والنوع الثاني انه انا ارسل سمري خلاصه التشخيص. فلو كان انا بالنوع الاول فكمان بنفس الطريقه راح يتم ارسال من واجهه المستخدم الى الكائن اللي مخصص لاستقبال الربط مع المستخدم، للربط بين الداتابيز والمستخدم، راح يتم استدعاء الدالي ابديت انفو اللي بتقول انه انا بدي احدث معلومات المريض. تمام. مين راح يحدث المعلومات؟ راح يحدثها المستخدم اللي اليوزر ايدنتيفيكيشن له يو اي دي. تمام. طبعا بنفس الطريقة اللي شفناها بالمخطط السابق لحالة الاستخدام اللي view information، انه كمان راح الداتابيس راح تطلب التحقق من الاوتوريزيشن، من صلاحية هذا المستخدم. فلاحظ فراح تستدعي الدالي اوتورايز وتقول انه هل هذا المستخدم اليو اي دي مخول للوصول الى الداتابيس. طبعا التي اف هون هي تعبر عن نمط الاوتورايزيشن، نمط الصلاحيه او التخويل المعطى. مثل ما بنعرف في عندنا عده اشكال، منها التي اف اللي بتعبر عن تو فاكتور اوتورايزيشن، وفي عندي ام اف اللي تعبر عن مالتي فاكتور اوتورايزيشن. طبعا هدول اني خارج موضوعنا هلا. لما بيجي الاوتورايزيشن بيجي استجابي من الاوتورايزيشن كلاس انه هذا اليوزر عنده اوتورايزيشن، لاحظ يتم نقل المعلومه من الداتابيس في المينت كير سيستم الى البي ار اس. وعندما يتم نقل المعلومه تؤكد البي ار اس باوكي، باستجابي اوكي. تمام. طبعا متى ما الداتابيس تاكدت وصلها تاكيد انه تم الابديت، تم التحديث في السجل العام للمرضى في البيشنت ريكورد سيستم، تقوم بارسال رساله اوكي الى الربط مع المستخدم اليوزر انترفيس لتاكيد ذلك.
دكتور، هلا فينا نعتبر انه الديوغرام السابق هو جزء من هذا الديوغرام؟ يعني هذا انه لا فقط لا انه لا، حد. الديوغرام السابق هو حالة استخدام أخرى، ايوه، بس هن لنفس السيستم، لذلك عم نشوف نفس الكلاسات. ايوه هو نفس السيستم نفس الكلاس يعني، بس انه هذا معمول له ابديت تحديث. لحظة شوي، نحن عندنا الميد كير سيستم، نظام معلومات. هذا النظام احد حالات الاستخدام تبعه مثل ما احنا شايفين هون، انه يظهر معلوم مثلا فيو بيشنت انفورميشن، انه يظهر معلومات المريض. يعني انا بدخل الرقم الوطني للمريض فبتطلع معلوماته، اسمه وكنيته وعنوانه وحالته الصحيه، اذا ممكن انا بحاجه مباشره لاشوف المعالجات السابقه او الطبابه السابقه الى اخره. هي كلها اسمها اظهار معلومات مريض. هي حاله استخدام، انا كمستخدم فتحت الجهاز السيستم وبدي اشتغل، فاحد المهام اللي بدي انفذها اظهار معلومات مريض. طيب في مهمه ثانيه، انه انا بحاجه لانقل بيانات. لوين هي البيانات بدي انقلها؟ للسجل العام للمرضى. ممكن البيانات، ممكن انا مثلا بدي اعدل معلومات المريض غير عنوانه، المريض صار عنده تعديل معين، رقم هاتفه، فانا بدي احدثها لهي المعلومات. ممكن تكون هي مهمه، وممكن تكون انه انا ارسل مثلا خلاصه المعالجه اللي تمت. هاي احد شكلين من اشكال نقل البيانات. نقل البيانات من اين؟ من السيستم للسجل العام للمرضى مثلا. هاي المهمة وصفناها نحن هون بالجدول، إذا بتتذكروا هذا الجدول. هاي المهمة سميناها Transfer Data Use Case، حالة استخدام نقل البيانات، ووصفناها هون. كل حالة استخدام في النظام لازم تنوصف هيك بجدول، لازم تنوصف بجدول لتعطي معلومات أكثر. طبعا أنا حكيت أنه حسب الاستخدام المخططات بتتحدد مستوى المعلومات اللي فيها، صح؟ طيب لاحظ الا هدول حالتين منفصلين، الفيو بيشنت انفورميشن والترانسفير داتا، هدول حالتين منفصلين، ولكن هن لنفس السيستم. يعني السيستم فيه كلاس اسمه بيشنت انفورميشن عم بيتم استخدامه كيوزر انترفيس اوبجكت، فيه ام اتش سي بي ام اس دي بي يعني داتا بيس كلاس عم يتم استخدامه كداتا بيس، هو هذا الكلاس عم بيعبر عن الداتا بيس، وفي authorization class بعبر عن صلاحيات الدخول. هو نفس السيستم ونفس الكلاسات عم نشوفهم هون بهذا بحالة استخدام أخرى اللي هي transfer data. طبعا رح نشوف بعد شوي بالجزء الثاني لما نشوف مخطط الكلاسات، بنشوف انه كل كلاس من هدول له دوال مرتبطه فيه اللي هي ميثود، سميناها بالجافا ميثود او اي او او بي ثاني، وله اتريبيوتس او داتا ممبرز بالسي بلس بلس بنسميهم داتا ممبرز، اللي هن بيانات اللي بتخص الكائن اللي عم بيمثلوا هذا الصف. تمام، وضحت الفكره شو العلاقه بين هدول الحالتين؟ ايه تمام دكتور، واضح، الله يعطيك العافيه. طيب هلا الحاله الاخرى، او يعني الاحتمال الاخر، انه نحن نرسل كمستخدم هذا الاكتور الميديكال ريسبشنست انه يرسل سمري، فراح يستدعي بدل ما يستدعي داله ابديت انفو راح يستدعي داله اسمها ابديت سمري. لاحظ هي الداله نفسها من نفس الكلاس، وهي الداله راح تستدعي داله اخرى من الداتا بيس اسمها سمرايز، وبتقول انه اليوزر يو اي دي راح يبعث سمري، الداتا بيس رح تعمل اوثرايزيشن وتتاكد منه. اذا تم الاوثرايزيشن، لاحظ بعد الاستجابه بالاوثرايزيشن بيتم تشكيل الكلاس هذا اللي اسمه سمري اللي بدها تتخزن فيه السمري الجديده. بدك تنتبه لهي النقطه، حتى هون بعد الاوثرايزيشن، بعد يعني الزمن لتحت، محور الزمن لتحت موجه.
فبعد الاوثرايزيشن عم يرسل الابديت مع البيشنت اي دي، وبس ياخذ الاوكي بيرجع بيبعث اوكي لليوزر انترفيس. وهون كمان بس تشكلت السمري كلاس وبعد هاي المعلومه للبي ار اس، بس تجي اوكي من البي ار اس بيرجع هو بيبعث اوكي لمين؟ لليوزر انترفيس. دكتور اذا ممكن هون سؤال. تفضل. انا في البدايه عندي لوج ان، ليش عندي اوثرايزيشن مره ثانيه؟ ليش عندي تحقق بمرحلتين مكانين؟ شوف هلا عاده ممكن تكون الصلاحيات على شكل اجزاء، يعني انا عندي صلاحيه لفوت على السيستم، اللوج ان هي صلاحيه انه انا فوت استخدم هذا السيستم، ولكن ممكن يكون انا كموظف استقبال ما عندي صلاحيه عالج او اظهر او امسح او شوف او اوصل لمعلومه محدده من معلومات المريض، ممكن فقط الطبيب هو اللي بيقدر يشوفها. فلازم نتاكد انه هذا المستخدم عنده الصلاحيه المناسبه ليشوف هاي المعلومه. ففي مستويات للصلاحيات تختلف حسب مستوى اليوزر، يعني اذا كان مستخدم اداري او مستخدم طبي او مستخدم من الاداره، يعني مستخدم موظف او طبيب او من الاداره مدير، فكل واحد عنده صلاحيات يشوف اشياء مخصصه، ما بيقدر يشوف اشياء ما هو مخصص يشوفها. هي المفروض بالداتا بيس درسناها هاي الامور. تمام دكتور، يعني ما ممكن معالجه هذا الشيء باللوجين اساسا؟ طبعا لا، لانه كل مريض مختلف وكل لوج ان يعني كل موظف مختلف. بس دور البي ار اس شو دوره هون؟ البي ار اس انا حكيت انه هو سيستم اخر غير السيستم المنت كير سيستم، هو سيستم خلينا نسميه مثلا السجل العام للمرضى، يعني هذا السجل العام للمرضى مثلا هلا عندنا هون في بامكاننا في سجل عام للمرضى، انا بامكاني افوت عليه من اكثر من تطبيق من اكثر من سيستم، يعني انا بقدر اعرف اذا انا عملت اي صور او تحاليل بمستشفى ما بتاريخ ما سابق، انا ممكن فوت وشوفهم مخزنين بالسجل العام للمرضى. وكل سيستم محله له داتابيس خاصه فيه، يعني لما انا بروح بعمل صوره طبقه محوري بمشفى الجامعه، هاي الصوره بتتخزن بالداتابيس تبع المشفى الجامعه، وبنفس الوقت بتنبعت على السجل العام للمرضى. لما انا بفوت من عياده اخرى او من مشفى اخر، ممكن الطبيب يفتح السجل ويجيب هاي المعلومه ويشوف انه انا عندي صوره طبقه محوره ويقراها او يحللها. تمام؟ تمام دكتور، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا دكتور، سؤال. تفضل. اذا ممكن سؤال، هلا هذا المخطط نحن يعني كل مره عم نشوفه جاهز، طيب هذا اذا انا بدي اكتبه شلون بدي اكتبه؟ باي صيغه؟ يعني كل مره انه بنطلع على المخطط بنلاقيه جاهز وبنشرح بناء عليه. هلا اذا بنرجع على المخطط الاكتيفيتي السابق، الاكتيفيتي كان انه انا عندي نشاط مشروع، انا بفرض هذا النشاط بناء على تحليل معين وانا عم بحلل النظام، بس هذا بيطلع معي من تحليل النظام ولا لا؟ الا هذا بيطلع بالاخير؟ هذا بيطلع من دراسه المتطلبات. وثيقه المتطلبات اللي عملناها هي بتحدد لي شو هي حالات الاستخدام، اليوزر ريكويرمنت، يعني متطلبات المستخدم هي بتحدد لي حالات الاستخدام. انا حكيت انه كثير من الاحيان أو غالباً ما نستخدم حالات الاستخدام كمخططات داعمة لوثيقة المتطلبات النصية. فبعد ما حددت أنا حالات الاستخدام فبرجع بحكي عنها بتفصيل أكثر. هلا إذا أنا أخذت متطلبات نصية مستحيل يطلع معي هذا المخطط. نعم. أنا أول شيء أنا ما بعرف شو إذا استخدمت أنا الوثيقة النصية ما بيطلع معي مخطط سيكونس.
لان انا ما بعرف الاكتر شو بده ينفذ التوابع لحالها ما بيطلع، بس لو استخدمت هذا الجدول مع وإضافة إلى هذا الجدول، شوف في فكرة حكيتها أنا بالبداية وهلا أنا كنت رايح أأكد عليها، إنه هاي المخططات تحوي من التفاصيل ما نحتاجه، ليس بالضرورة أن تحوي كامل التفاصيل. يعني أنت ممكن تشوف مخطط تسلسل بهالشكل هاد وما بيحوي هاي التفاصيل كلها، أو ممكن يحوي تفاصيل أكثر. يعني إذا كان المخطط موجه لدعم الريكويرمنتس، لدعم المتطلبات، ما بنحط فيه كثير تفاصيل، حتى هدول التفاصيل أغلبهم ما بنحطهم. وإذا كان موجه لدعم التنفيذ فلازم نحط لسه أكثر من هيك تفاصيل. طبعاً هاي التفاصيل اللي هي التفاصيل بحد ذاتها والأكثر لسه اللي متعلقة بالتصميم والتنفيذ، هي بتجي من التصميم ومن الأركيتكتشر. يعني أنت لما بدأ حتى تقدر تحدد شو الكلاسات اللي لازمتك، لازم تحدد الأركيتكتشر اللي بدك، الهيكلية للبرنامج. يعني مثلاً هون مثل ما نكون ملاحظين، في عندي طبقة يوزر انترفيس، عندي طبقة داتابيس، وعندي طبقة اوتورايزيشن. هلأ بالأسبوع القادم إن شاء الله أو بالمحاضرات القادمة راح نحكي عن الأركيتكتشرز ونشوف إنه كل نوع من أنواع الأنظمة إله أركيتكتشر شائعة أكثر. ما راح أقول إنه هي نحن ملزمين فيها، بس إله أركيتكتشر شائعة أكثر تستخدم. ف التفاصيل هاي بتحددها الاركيتكتشر، يعني المعمارية الابليكيشن. وبعد معمارية الابليكيشن، يعني إذا بدي فوت بالتفاصيل أكثر، بجي أنا على التصميم والتنفيذ اللي هو بيحددوا لغة البرمجة، بيحددوا الإمكانيات اللي المستخدمة، نوع الداتابيز، وإلى آخره من التفاصيل اللي إحنا ما رح نوصل نحكي عنها حالياً. تمام؟ وصلت الفكرة أحمد؟ إيه وصلت دكتور، هلا وصلت. تمام. طيب يعني الشيء اللي بدي أحكيه هون إنه موضوع التفاصيل اللي بتنضاف على المخطط هي بقدر الحاجة إلى. إذا كان المخطط موجه للريكويرمنتس، للمتطلبات، فانا بخفف من التفاصيل، لانه اللي انا اللي عم يقرا هي المخططات ما هو بحاجه لهي التفاصيل. لما انا كبزنس اناليست بدي اروح اشرح للزبون انه هيك نحن راح نبني البرنامج وراح يكون فيه حالات الاستخدام التالي، ما راح يسالني كيف تم الاوتورايزيشن، وما راح يسالني عن اليوزر ايدنتيفاير، يعني المعرف المستخدم، كيف انا عم جيبه وكيف وين عم خزنه واين جزء من الذاكره وشو نوع الكلاس اللي استخدمته وهكذا هالتفاصيل هاي. بس لما بتكون هذا المخطط موجه للتنفيذ، يعني هذا هو راح يكون الجايد تبع البروجرامر او الجايد تبع الاركيتكتشر، تمام؟ عاده هيك مخطط اللي بيكون موجه للتنفيذ وبينتج من الاركيتكتشر، يعني الاركيتكتشر هو اللي بيعمله وليس مهندس المتطلبات. لما بيكون فيه تفاصيل كثيره، يعني لما بيحوي تفاصيل كل التفاصيل اللي بتلزم للمبرمج، تمام؟ هي عادة بيعملها الاركيتكت بنسميه، اللي هو بيعمل اركيتكتشر وليس مهندس المتطلبات، تمام؟ طيب هلا باعتبار رح نوقف هون وننتقل بجلسة ثانية للستركتشرال ديجرامز، المخططات الهيكلية اللي راح ندرس فيها بشكل محدد مخططات الصفوف، ونشوف كيف بنمثلها وشو ممكن تفيدنا وشو المعلومات اللي ممكن نستفيدها من هاي المخططات.